إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك مع القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ والمقيم بالغربية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق.
قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قل أندعو من ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول قوله الحق وله الملك
عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل
من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي قال هذا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين
المشركين ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع كل شيء علما وسع ربي كل شيء علما وسع أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع
يرفع درجات من نشاء ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من وإسماعيل واليسع ويونس ولوط
برهاب هذه التلاوة القرآنية المباركة واتلى علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع فضيلة الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ والمقيم بمحافظة الغربية. كان معكم أرجو فيكم من الإدلال هندسة صوتية والإنارة الكهربائية وكسوف الضيافة المتنقلة تطلب دائما من إدارة الحاج محمود أحمد البرغوث بمدينة البابور. رقم التليفون 38-85-042 بالمكتب. أسرة الحاج عبد السلام شكر تشكر كل من حضر وساهم في واجب العزاء وسعيكم مشكور جميعا.